شفت اعمار كتيره جدا شاركت، من اول الاطفال من 7 و10 سنين لحد 60 و70 سنه شاركوا معانا في التحدي، من كل البلدان الحمد لله شاركوا معانا في التحدي، والحمد لله التفاعل كان رهيب جدا مع الفيديو ده، عدد كبير جدا ولحد دلوقتي ناس كل يوم بتدخل معانا جديد في التحدي. يوم الخميس 1 اكتوبر 2020 نزل فيديو مهم جدا على القناه عندنا، اللي هو الفيديو اللي انتم شايفين صورته ده، وكان عنوان الفيديو زي ما انتم شايفين ان احنا قلنا هنعمل تحدي لمده 33 يوم هنقطع القمح والدقيق والسكر بكل منتجاته. طلعت وطلبت الطلب ده من الناس في الفيديو ده، وقلت لهم ادوا لنفسكم الفرصه جربوا لمده 33 يوم، مش هتخسروا حاجه، وتشوفوا فعلا في فايده ولا في ضرر، هتشوف انتوا استفدتوا ولا لا. وفي نهايه ال 33 يوم هنيجي نقعد مع بعض ونقيم التجربه ونعمل فيديو جديد ونشوف كل واحد فينا فعلا الناس استفادت من الموضوع ده ولا لا، لان ناس كتيره جدا مننا بقت متلخبطه وبتسمع معلومات كتيره جدا، القمح والسكر والدقيق ما نقدرش نستغنى عنهم وليهم فوائد، وفي المقابل ناس كتيره جدا برضو بتعمل فيديوهات وانا منهم عن اضرار القمح والدقيق والسكر، وطول السنه قاعد اعمل فيديوهات عن الموضوع ده. فقلنا ندي للناس فرصه ان كل واحد يخوض التجربه بنفسه، والميزه بقى في التحدي ده ان انا على راس الناس، واقف لهم خطوه بخطوه، بجاوب على كل الاسئله بتاعتهم، بتابعهم خلال مده التحدي كلها اللي هي ال 33 يوم، وقلنا ان السر بتاع ال 33 يوم هنعرفه في نهايه التحدي الناس اللي هتشارك معانا. لو حضرتك شفت الفيديو الاولاني معانا ومشترك فانت كده تمام، لازم تسمع بقى الفيديو النهارده علشان ده هرد لكم على بعض الاسئله المهمه اللي جت تحت الفيديو اللي فات اللي ناس كتيره جدا سالتها بشكل متكرر وحسيت ان الناس متلخبطه فيها. ولو حضرتك اول مره تشوفني انزل اشترك في القناه وفعل صوره الجرس عشان توصلك التنبيهات بكل الفيديوهات الجديده اللي احنا بنعملها. احنا هنا بنعمل فيديوهات على القناه سبت واثنين وخميس الساعه 12 الظهر بتوقيت السعوديه او الساعه 11 الصبح بتوقيت مصر. روح شوف الفيديو الاولاني عن التحدي، انا مثبته في بدايه القناه عندي، اي حد هيفتح القناه عندي هيشوف الفيديو ده مباشره. نبتدي بقى الفيديو مباشره عشان ما نضيعش وقت اكتر من كده، والكنكه معايا ومش ناسيها، اللي عايز يعرف سر الكنكه برضو يرجع للفيديو بتاع التحدي. سؤال مهم جدا وانا اتكلمت عليه الفيديو المره اللي فاتت، واحد وهيقول لي انا بعد ما سمعت الفيديو بتاعك ما اقتنعتش برضو، انا ايه اللي هيخليني اسمع كلامك وادخل معاك التحدي اصلا؟ اقول لك حاجه، تدخل معايا التحدي وهقول لك سر الكنكه وسر ال 33 يوم؟ يا اخي ادي لجسمك الفرصه، ادي لجسمك الفرصه، يمكن تتنقل لمرحله صحيه افضل من كده، انت خسران ايه؟ 33 يوم جربهم وادخل وتشجع معانا، وساعتها والله لو ما استفدتش حاجه تعالى قول لي يا دكتور ياسر انت غلطان واكتب لي كده وانا هعتذر لك وهقول لك انا اسف، ولو استفدت تعالى انت قول لي بقى انا اسف، لا بس انا هسامحك، انا عايز كل الناس تستفيد بس. اول حاجه انا ليه عتاب صغير عليكم قد كده، طلبت منكم في الفيديو المره اللي فاتت الناس اللي هتشترك معايا في التحدي نجيب ورقه وقلم اهي حاجه بسيطه ونكتب الملاحظات اللي انا قلتها في الفيديو، لان انا كنت اقصد كل كلمه انا قلتها في الفيديو اللي فات، هتفرق معاك كتير جدا. اتفاجئت ان في بعض الناس اللي ما ذاكرتش كويس او مكسلين او شافوا عنوان الفيديو وداخلين يسالوني اسئله انا اصلا اتكلمت عليها جوه الفيديو. طب انا عارف لما انت تيجي تقول لي مثلا يا دكتور الفاكهه معانا ولا لا، انا اتكلمت عن الموضوع ده في الفيديو، يا دكتور هو العسل معانا ولا لا، الرز معانا ولا لا، كل الكلام ده مثلا انا كنت ذكرته في الفيديو، فالناس دي بقى ملهاش اعذار، يعني ما تقوليش انا مش فاهم او مش عارف، لا انت ما ذاكرتش كويس. لكن الناس بقى اللي هي مثلا سمعت الفيديو وما لقيتش السؤال جوه الفيديو فعلا، او انا حاجات ما ذكرتهاش في الفيديو، انا عنيا ليهم ارد على 1000 او 10000 سؤال حتى، ما عنديش اي مشكله، اسالوا براحتكم خالص، او حتى حد سمع الفيديو ومش فاهم الكلام اللي انا قلته. فاول حاجه اهتموا رجاء للناس اللي هتدخل التحدي انكم تسمعوا الفيديو بتركيز. اول سؤال معانا النهارده يا دكتور انا سمعت التحدي متاخر، سمعت عن الفيديو بتاعك متاخر، سمعته النهارده. انا برضو قلت في الفيديو المره اللي فاتت حتى لو بعد 100 سنه نطبق التحدي، مفيش اي مشكله خالص، اي حد في اي وقت يطبق ال 33 يوم يسمع الفيديو كل حاجه مذكوره بوضوح تام، وهيستفيد اكتر انه هينزل تحت الفيديو هيلاقي كميه كبيره جدا، يجي 2000 سؤال وجواب انا مجاوب للناس على كل حاجه، فاكيد الاسئله دي هتيجي في بالك، انزل اقراها واستفيد منها، هتساعدك بشكل كويس جدا. الميزه بس الوحيده اللي دلوقتي موجود على الناس اللي هتدخل معانا التحدي دلوقتي ان في يعني قوه تشجيع كبيره وكلنا بنتكلم وانا بنزل بوستات على المنتدى وعلى الفيسبوك وبتابع الناس بشكل يومي، فهي دي الميزه الوحيده اللي هياخدها اللي هيدخل معانا دلوقتي، لكن بخلاف كده تنفع تعمل التحدي في اي وقت. اول سؤال طبعا اللي كان واخد الترند في كل الاسئله، الشوفان معانا ولا لا؟ معانا طبعا يا جماعه، يا جماعه معانا، انا ما منعتوش وقلت في الفيديو المره اللي فاتت بكل صراحه، اي حاجه انا ما منعتهاش في الفيديو المره اللي فاتت فهي مصرح بها،
انا قلت هنمنع منتجات القمح والدقيق بتاع القمح مش اي دقيق تاني، والسكر بمنتجاتهم. بخلاف كده كله مسموح في التحدي معانا خلال فتره ال 33 يوم. فالشوفان معانا لان انا ما ذكرتوش وما منعتوش، وليس هناك داعي ان انا امنعه. ناس سألت عن الفشار والذرة والنشا، الحاجات دي ليها اضرار ومش حاجات صحيه لو حد مريض سكر، لو غير ان النشا والذره طبعا الذره معدله وراثيا قصه ثانيه مش قصتنا دلوقتي. ولكن في التحدي ده الحاجات دي مسموحه لان انا ما منعتهاش. الحليب مسموح، الفواكه قلت لينا فاكهه واحده في اليوم او فاكهه وثلاث تمرات، قلت سوري لينا فاكهتين في اليوم او فاكهه وثلاث تمرات، العسل معلقه صغيره في اليوم. ناس سالت على البطاطا مسموحه، البقوليات مسموحه، الشعير مسموح، الرز انا ذكرته برده في الفيديو المره اللي فاتت مسموح. طب حلويات صحيه بالشوفان والعسل مسموحه، في دبس التمر، اي دبس انا مش بفضله. كل ده كمية سكر فاكهة مركزة كتير جدا ليس لها اي داعي ابدا. احنا عايزين نستخدم حاجات طبيعية زي ما هي. الحاجات حتى العصائر الطبيعية الفريش انا قلت عليها انها ممنوعة. ليه؟ يعني انت عشان تعمل كوباية عصير فريش في البيت هتسالك 3 4 حبات فاكهة. لما تاكل الفاكهة كده سليمة هتشبع اكتر، هتكون سعراتها اقل، كمية السكر الطبيعي بتاع الفاكهة اللي هو موجود في الفاكهة هيقل وسعراتها تقل وهتشبع اكتر. عشان كده قلت حتى العصائر الطبيعية اللي معمولة في البيت وبدون سكر ممنوعة، الفاكهة تؤكل فقط. هو الموضوع صعب يا دكتور؟ اه صعب وصعب وصعب، ولكن مش مستحيل. وعشان كده احنا داخلين بشعار جامد جدا معانا في الفيديو كنت بكتبه للناس كتير، لا تراجع ولا استسلام. انا مش هسمح لحد انه يتراجع ابدا. اي حد هيدخل هيكمل وهينجح معانا ان شاء الله، وهيشوف النتيجه بنفسه في نهايه ال 33 يوم باذن الله تعالى، حاجات هتفرحه جدا. عشان كده مش هسمح لحد انه يتراجع، وعايز كل الناس تنجح وعايز كل الناس تكمل. وطالب منكم طلب كمان، ادخل بعقليه الناجح ما تدخلش بعقليه الفاشل. اي موضوع انت داخل فيه قول انا هقدر، ما تستضعفش نفسك وتقول الموضوع صعب وانا مش هقدر. لا، قول حتى لو صعب انا هقدر عليه. في شويه صعوبه في الاول ولكن مش مستحيل، وناس كتيره جدا نجحت وما زالت بتنجح، فهم مش احسن منك. الحامل والمرضع، الحامل والمرضع اصلا ما لهمش رجيم ولكن ليهم تغذيه صحيحه. وانا كنت عامل فيديو مهم جدا على القناه عندنا للسيده الحامل وللسيده المرضعه، ارجعوا شوفوه هيفيدكم جدا في التغذيه حتى من قبل فتره الحمل، وازاي نحافظ على وزننا في الحمل واثناء فتره الرضاعه. ولكن عامه لما تقطع الدقيق والقمح بمنتجاتهم والسكر ليس هناك اي ضرر عليك ابدا، ولكن تستبدلي مصدر النشويات السيء ده بمصدر نشويات طبيعي. اسمعي الفيديوهات بقى اللي انا بقول عليها دي هتوضح لكم الامور اكتر. مريض السكر، يا دكتور انا مريض سكر وانا ينفع ادخل معاك التحدي؟ يا راجل يا راجل ده هتجننوني مش كده. انت اسمك مريض سكر، يعني ايه مريض سكر؟ يعني عندك سكر زياده في دمك. ده انا كنت بكتب لهم ايه، لا ده فرض ولازم انك تدخل معايا التحدي. عندك سكر زياده في دمك يعني ما ينفعش تاكل سكر اصلا. هو السكر بس المقصود بالسكر الابيض؟ لا، اي ماده زي الدقيق زي الرز، حتى مريض السكر مختلف. وعامل فيديو مهم جدا على القناة عندنا اللي هو الفيديو ده، اسمعوه ازاي مريض السكر من النوع التاني يقدر يتعافى من مرض السكر للأبد بالأكل بس. وفي قصص نجاحات كتيرة جدا معايا شخصيا وعلى معظم أنحاء العالم، ناس قدرت تتخلص من مرض السكر النوع التاني بضبط الأكل بس والصيام فقط. اسمعوا الفيديو ده لمرضى السكر. ولكن لو انت مريض سكر عمرك ما غيرت حاجة في حياتك وأكلك كله غلط، التحدي ده بداية جيدة ليك. امنع بس الدقيق والسكر وما تمنعش اي حاجه تاني في نهايه فتره التحدي اللي هم ال 33 يوم. روح بقى اسمع الفيديو بتاع السكر اللي انا بكلمك عليه اللي هو صورته موجوده هنا، وابدا طبقه من بعد ال 33 يوم وانتظم، هتشوف نتائج هائله. في ناس يا جماعه بطلت الانسولين اللي هم اللي كانوا ماشيين عليه وبطلوا ادويه السكر، ولكن مريض السكر من النوع الاول ده قصته مختلفه. هو يفضل ماشي على انسولين طول عمره، ولكن لما بيظبط اكله بيقلل الاعراض الجانبيه بتاعه السكر وهو ده المطلوب، وبيقلل جرعات الانسولين اللي هو بيستخدمها. لو غلطنا غلطه بالتحدي نعمل ايه يا دكتور؟ غلطه بالتحدي يعني انا واحد مثلا راح يعمل قهوه في الكنكه الحلوه دي، راح استعبط وحط معلقه سكر، اكل حته عيش نفسه فيها، غلطه ماشي هعديها لك اوكي. لكن بقى تقعد تستعبط وتعمل لي مثلا 10 غلطات 15 غلطه وتقول لي ده غلطه في التحدي، لا مش هعديها لك. انا عايز 33 يوم بكل التزام وانتظام علشان تشوف الفرق الحقيقي. ولكن لو غلطت غلطه مش مقصوده حتى الشيطان وزك وغلطت غلطه واحده، لا كمل التحدي وانت المستفيد ان شاء الله. اعراض الانسحاب اللي انا برضو اتكلمت عليها في الفيديو المره اللي فاتت، اللي قلت هي بتكون مزعجه في اول اسبوع يعني من 3 ايام مثلا لحد 10 ايام وبعد كده بتختفي، لازم نبقى جامدين جدا في الفتره دي ونصبر ونتحمل. انت بتشيل سموم من جسمك، بنشيل سكر من جسمك ودي جسمك عايش عليهم سنين طويله جدا. هتتعرض للنرفزه، هتتعرض انك متضايق، جسمك كده مش مظبوط، اي حاجه همدان ما عندكش طاقه، اي حاجه غير طبيعيه هتحس بيها في الفتره دي، ودي بنسميها اعراض الانسحاب. اللي عليك بس ما تقطعش الملح، معلقة ملح صغيرة على الأقل كل يوم، وتشرب مية كتير جدا هتساعدك في الموضوع ده. وبالكتير زي ما قلنا معانا من 3 أيام ل 10 أيام، بيختلف من واحد لواحد، هيكون الموضوع ده اختفى تماما بإذن الله تعالى.
ناس سالتني كتير اعمل لنا نظام وجبات يا دكتور، قول لنا نفطر ايه ونتغدى ايه. يا جماعه انا مش طالع اعمل دايت او اعمل ريجيم بالمعنى الحرفي، وشرحت الموضوع ده في المره اللي فاتت، قلت بس انا عايز اعدل نوعيه اكلنا بس، ما طلبتش منكم اي حاجه تاني، كلوا براحتكم، انا بس منعت القمح والدقيق والسكر وقلت لكم كلوا من خيرات ربنا. علشان كده برضو ناس كانوا بيسالني سؤال تاني، انت سبت لنا ايه ناكله؟ ده انت منعت عننا كل حاجه، مش هنلاقي حاجه ناكلها. فكنت برد عليهم يا جماعه، هو انتوا بس بتاكلوا قمح وسكر طول اليوم؟ يعني ده منطق؟ ما انتوا بتاكلوا اكل كتير قوي طول اليوم، اللي طالبوا منكم بس امنعوا الحاجتين دول بس، القمح بمنتجاته اللي هو الدقيق القمح والسكر بمنتجاتهم، وعندكم خيرات ربنا كلوا منها وكلوا خضروات كتير، شيلوا الخبز من الاكل وحطوا مكانه كميه خضروات كتيره جدا. ناس تانية كانت كاتبين لي في التعليقات احنا كده الخيارات بقت محدوده وهنمل وهنزهق. يا سلام يا مش كده بقى، مش كده، عشان بس شلت رغيف العيش بقت الخيارات محدوده، اكلكم عادي خالص. وبعدين الموضوع محتاج شويه ابتكار، يعني انت ايه لازم تبدا تفكر انت بنفسك، لازم تدخل على اليوتيوب، لازم تشوف افكار، لازم تشوف وصفات صحيه على اليوتيوب. انا مش طالع اديك كل حاجه بالورقه والقلم، انا بقول لكم على الخطوط العريضه، ولازم بقى الناس هي تبتكر. اتعب شويه علشان صحتك، اتعب شويه علشان تلاقي فايده، ما تتوقعش ان هتلاقي جدول بكل حاجه. انا اصلا ضد مدرسه الجداول دي، لان انا ممكن اكتب يا جماعه النهارده هنفطر بيض، يا في ناس ما بتحبش البيض، طب هنفطر فول، في ناس ما بتحبش الفول. فان انا اثبت جدول لكل الناس ده غلط كبير جدا، وانا اصلا بحارب الموضوع ده واتكلمت عليه كتير جدا. ايه بديل الخبز يا دكتور؟ قول لنا حاجه بديل للخبز. الناس اللي بتسال السؤال ده هم عايزين بديل للغموس. الناس دي نشات وترعرعت وهي بتمسك ودن القطه، عارفين ودن القطه اللي هي لقمه العيش واغمس بيها، كلنا متربين على كده، وانا شخصيا كنت كده وانا صغير، والحمد لله ربنا من عليا اني استغنيت عن الموضوع ده تماما. الناس اللي بتنجح فعلا وبتكمل هي الناس اللي مش بتدور على بديل للخبز ابدا، حتى لو بدائل صحيه، الناس دي اللي بتنجح. فانصحكم اول 33 يوم بطلوا حتى تدوروا على بدائل صحيه، زي مثلا عيش الشوفان او اي تاني انواع العيش الصحيه او الخبز الصحيه اللي بيقولوا عليها او خبز الحبوب. اول 33 يوم خلوها، بعد كده نكمل بس التحدي. طب هناكل ازاي يا دكتور؟ انت تعودت انك تغمس، ما تغمس، كل بالمعلقه وكل كميه خضروات كتيره، ده كمان هيديك مجال وهيوسع مجال عندك انك تزود كميه الخضروات في اكلك، لان اكيد كلنا كنا مهملين في الاكل، كان الاكل عندنا الاساس ايه؟ خبز او عيش وتحط جنبيه اي حاجه تانية، ده الاساس، رز وتحط جنبيه اي حاجه تانية. لما نشيل احنا بقى الخبز والمعجنات والكلام ده من اكلنا، هتلاقي في مكان وسع للطبق عندك انك تدخل فيه خضروات، وكده جسمك هيستفيد بفيتامينات ومعادن وتستفيد بفايده كبيره جدا، بخلاف طبعا الشبع. يا دكتور انا هجوع لو منعت الحاجات دي، انا هجوع. انا بقول لك يا حبيبي هتشبع. والله هتشبع، الحاجات دي هي اللي بتجوع، ولو كانت بتشبعك كنت عمرك ما هتبقى تخين ولا كان عندك امراض ابدا. الحاجات دي هي المصيبه اللي على جسمك، هي دي اللي هي دي السبب في جوعك المستمر. اول لما توقف الحاجات اللي انا قلتها الممنوعات دي هتبدا تحس بالشبع، وشبع طويل كمان هيدوم طويلا معاك طول اليوم، ولكن نتيجته هتبان مش من اول يوم، لا ممكن بعد اسبوعين تبدا فعلا تحس بالموضوع ده. سؤال كمان، انا مريض سكر وعندي نحافه، اعمل ايه يا دكتور؟ طبعا انت لو مريض سكر وعندك نحافه كده كده لازم توقف الحاجات دي. الناس بتاكل الحاجات دي في اعتقادها ان هي هتزودها وزن، هي بتحبس ميه، الدقيق والسكر والحاجات النشويات الضاره دي بتحبس ميه في الجسم، فعشان كده بيزيد وزن، فبيقول لك انا زايد في الوزن. لما بيوقفها فعلا وزنه بيقل جامد جدا، وفي ناس معدل نزولها بيكون سريع جدا، فبيقول لك انا بقى شكلي وحش، وانا اصلا مريض سكر وبقيت نحيف وبقيت هزيل، وزني وصل 40 كيلو. نعمل ايه؟ ما ينفعش برضه تاكل من الحاجات دي. كل الناس التخين والرفيع واللي عاوز يحافظ على وزنه لازم يمنع الدقيق والسكر تماما. طب هنعمل ايه؟ نزود سعراتنا علشان نزيد في الوزن. انا كنت عامل فيديو مخصوص عن النحافة، ايه الحاجات اللي بتأثرش على السكر؟ الانسولين، الدهون. يبقى مرضى السكر اكتر حاجة يزودوها في اكلهم يستوفوا نسبة البروتين، ويزودوا من الدهون الصحية كتير جدا في اكلهم، لان الدهون ميزتها انها بكميات صغيرة سعراتها عالية، يعني هيدخل مدخولات كتيرة من الطاقة لجسمه طول اليوم، فعشان كده وزنه مع الوقت هيبتدي يزيد. زائد طبعا انه لازم يلعب تمارين مقاومة او تمارين حديد، ارجعوا لفيديو النحافة اللي انا اتكلمت عليه. الفرق بس المريض السكر النحيف انه هيزود سعراته او كمياته مش من الفواكه، مش من الشوفان، مش من الرز، مش من النشويات ابدا، هيزود كل سعراته من الدهون الصحيه، زي المكسرات، زي زيت الزيتون، زي السمنه، زي الزيت. يعني مثلا لو حطيت مثلا 4 معالق زيت زيتون على السلطه، دول مثلا 400 سعر وانت مش حاسس بيهم، شويه مكسرات كده ممكن لو كتار شويه ممكن تلاقيهم مثلا 400-500 سعر. فهو ده الفرق. طب واحد تاني بقى مش مريض سكر هيقول لي يا دكتور انا عملت التجربه دي قبل كده ونحفت جامد وبقى شكلي وحش، هقول له ما تقللش كميات اكلك، ابدا زود كميات اكلك، شيل القمح والدقيق والسكر وزود كميات اكلك من العناصر التانيه. انت بتنحف ليه؟ لانك بتشيلهم ومش بتحط حاجه مكانهم، انت كنت بتاكل كميه كبيره جدا من الدقيق والمعجنات والسكر طول اليوم في حياتنا كلها، فيقينا هتدخل. لما بتشيل كله ده والمشروبات الغازيه والعصائر والبيبسي هتخس فعلا، هتخس وهتخس جامد كمان، وهو ده اللي الناس كلها بتدور عليه. كان انا بدور على الصحه والتخسيس جاي ورا الصحه. فهنعمل ايه؟
نظبط كميات اكلنا، نراعي كميات اكلنا، بلاش ناكل كميات اكل قليله قوي، لا ناكل كميات اكل كويسه. لو انا خايف ان انا وزني ينزل، انا عاوز وزني يثبت، يبقى اعوض الحاجات اللي انا شلتها دي ولكن باكل ايه؟ باكل صحي. تمام كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، شيروا الفيديو لو سمحتوا، وصلوه لاكبر عدد من الناس، واعملوا لايك للفيديو عشان يساعد في انتشاره اكتر. الناس اللي ما سمعتش الفيديو ارجعوا الفيديو التحدي الاولاني واسمعوا الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. اللي عنده اي سؤال يكتبه سواء تحت الفيديو ده او تحت الفيديو اللي فات بتاع التحدي، ان شاء الله هحاول ارد لكم على اكبر كميه ممكنه من الاسئله عشان كل الناس فعلا تستفيد وتنجح وتدخل معانا التحدي. عايز اشوف كل الناس ناجحه، كل الناس فرحانه في نهايه التحدي.